مرحبا. شوف، من جو الزرعه والطائفيه على نظريه تفتيت النسيج الاجتماعي تمهيدا لتفتيت النسيج الجغرافي. شلون تفتت النسيج الجغرافي اذا ابن البصره ويا ابن الانبار يلعبون دومنا؟ شلون؟ الا تخلي هذا يخاف من هذا، وهذا ما يقدر يروح على هذا، وهذا ما يعين هذا. من اللي انا ذاك يكون تفتيت النسيج الجغرافي سهل. السياسيين وسووا حجه انه ترى الامريكان، هذا برنامج امريكي مدروس دراسه حقيقيه، واسست له مجاميع سوداء. جاء شو اسمه هذا الثلاث اشهر اجى السفير المكان زلماي نجروبونتي، اسسها وبدات تخرج تقتل هنا وتقتل هنا، واتبعها الغاوون من كلا الطرفين. يعني مجاميع مسلحه كانت تنزل بالشارع تقتل امريكيه، تطلع نفس المجموعه امريكيه تنطلق من السفاره تروح تقتل بالشعله وتقتل بالغزاليه وتنسحب للسفاره. منو قتلك؟ انت ابو الشعله وانا بالغزالي، انا قتلت وانت قتلت، معناته تاهلك ضربوني وانا اهلي ضربوك وقبت.